الحمد لله اليوم تم الاختتام ديال الأنشطة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اللي نظمتها جماعة مدينة المحمدية. تم الاختتام ببطلات تحت المجهر، بطلات شابات شرفنا مدينة المحمدية وشرفوا المغرب، كنتمنى لهم مزيد من التألق. وفي هذا النطاق كنقول بان برنامج ديال البطلات تحت المجهر غيكون برنامج مفتوح، كل مره غادي نختاروا البطلات اللي في مدينه المحمديه باش ندوزوهم معنا في هذا البرنامج. وكنوجه جزيل الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الانشطه من موظفين وموظفات جماعه المحمديه، كنشكرهم جزيل الشكر. السلام عليكم. فرحانه بزاف بالحفل التكريمي اللي شجعنا بزاف وشجعنا مستقبلا اننا نعطيو اكثر ونشرفوا بهم ونكبروا بهم. كنشكر الاب ديالي الثاني حسن لوكيلي والصديق ديالنا من العائله برونو، كنشكرهم بزاف ديما كيوقفوا معايا. والاب ديالي هاد ثلاثه الاشخاص ديما كيوقفوا معايا وديما كيعاونوني بالفضل ديالهم انا هنا دابا. انا منال نصير، كان لعب التنس في سانتريتيف كازابلانكا وكبرت هنايا في محمديه. جو مانتريني وديبي في محمديه ودابا مشيت لكازابلانكا وعيطوا لي لهاد التكريم ديال الجامعه المحمديه وكنبغي نشكرهم لهاد لا جورني ديال اليوم. عليكم. الاسم ديالي حسناء رشدي، لاعبه نادي الزهور المحمديه. كنبغي اول حاجه كنبغي نشكر المجلس الجامعه للالتفاته ديالو الزوينه باليوم العالمي للمراه اللي كرمونا واحد التكريم يعني عمره ما غادي يتنسى لينا، وهذا يعني شرف لينا حنايا نكونوا من ضمن هاد البطلات اللي تكرموا اليوم. Thank you.